الجيش يقوم بتحطيم محلات في مدينة الزبدان. أخي هذا محلك؟ محل شو كان؟ محل دهان سيارات، محل معبى سلاح، هيك السلاح اللي بالأرض كل عبوات هودة هيكو عبوات دهان. مين اللي عمل فيها هيك؟ أمن الدولينين، أمن بشار الأسد. ليش يعني ليش كسروا لك اياه؟ شو؟ لاني عم بطلب الحرية، عم بطلب حريتي، عم بطلب الكرامة اللي حرمونا اياها بيت الاسد من 40 سنة ما شفناها، عم نطلبها هلا وعم نطلبها سلمية. ليك بعلب الدهان اجوا فشوا خلقهم. ليك السلاح اللي بالارض كله سلاح هذا. زبداني